أسعد الله مساءكم، معكم مارلين تدرس، وضيفي اليوم على القاهرة في المنفى هو الفنان ياسين. وياسين سجين سابق، عاش فترة في دهب ورجع القاهرة قريبا لأنه انتهى من ما كان يريد أن يفعله في دهب. هو يرسم على لوحات كثيرة على الجدران في الشوارع، وأيضا لوحات ذكريات وأحداث في حياته. أهلا بك يا ياسين. أهلا بيكي. عايزة أبتدي ب هل أنت قاهري أصلاً من القاهرة؟ لا خالص، أنا اتولدت في القناطر، في قرية يعني فيها 11 بيت، فليها مسميات كتير قوي، كل واحد يسميها باسم، عزبة عرب علشان فيها عرب كتير، أو عزبة الورد لأنها كان فيها ناس تزرع ورد، أو كان حوالين البيوت كلها أخضر وورد وحاجات كده. ف يعني هي تبع لقرية جنبها اسمها كفر حجازي، في القناطر، يعني القناطر الخيرية. هي قرية ريفية خالص، تربيت وأنا صغيرة على الفرن البلدي والكانون والغيط، وبيبقى فيه شونة في البيت كده للبهايم وحاجات كده. وبعدين عشت هناك لحد 2008. حصل إيه في 2008؟ بالظبط بالظبط في آخر 2008 كنت هربت من البيت. إيه السبب؟ أسباب كتير قوي، منها إن أنا مختلف عن البيئة دي، ما أقصدش بالاختلاف الإهانة لأي شيء، بس بقصد بيه إن إحنا مش هنعرف نعيش مع بعض تاني. بحاجات كتير بقى، منها تنمر، منها إن هما مش فاهميني خالص، منها إن حصل لي حاجة مؤذية جدا اتكلمت عنها برضو على تويتر، بس في بعض الناس تخفت بالموضوع، وفي ناس كانت مع الموضوع وسبورت قوي وبتاع، اعتداء يعني، حصل اعتداء وحاجات زي كده. بس اللي حصل ان انا ما قدرتش اكمل هناك من وقتها، وانا ما بعرفش ابات في البيت اساسا، يعني من التروما كتير قوي اللي سببتها لي المنطقة. هو بعد كل ده، بعد فهربت على القاهرة. بالظبط كده، بعد ما رحت القاهرة ما كنتش عارف اعمل ايه خالص. كل اللي اعرفه عن القاهرة شارع الهرم، لانه معروف جدا، مشهور بالنسبة كمان للأرياف قوي. كان سنك كم سنة؟ أنا مواليد 94، شهر سبتمبر، 21 سبتمبر 94، تحت لخبطة 17. يعني. طفل يعني. كنت تقريبا 14 يعني، يعني حدود دي 13 14. تمام. فالمهم يعني ما كنتش أعرف حاجة في شارع الهرم ده خالص. فكان في مكان زي استراحات كده، كان شكلها حلو وبتاع، قدام كايرو مول، مول كده كبير يعني هناك. ففضلت قاعد مش عارف أعمل إيه، معايا الشنط بتاعتي وقاعد. وبعدين أنا يعني كان في ناس بتيجي بتقعد جنبك وبتتكلم، بتفتح مجال للحوار، وخصوصا انت كنت صغير، فأي حد ممكن عادي يتكلم معاك يعني، أو بشكل ما بأي غرض يعني. فعدى عليا كتير يعني الناس دي، فجه حد قعد جنبي
وبدأ يفتح معايا مجال الكلام وعايز يسألني عن اسمي. بارتباك كده قلت له يعني أنا اسمي ياسين، أنا اسمي الحقيقي محمود مش ياسين. بعدين قال لي عايز يعرف قصتي عاملة إزاي. فأنا طبعا كنت بكذب إن أنا ما عنديش يعني ما أعرفش منين طبي. فعرض عليا إن في مؤسسات أو في أماكن بتخليك تعيش يعني من غير ما تبقى متبهدل في الشوارع وكده وبتاع، خصوصا عشان شكلي كان كويس يعني. يعني مش عارف بقى. فالمهم قال لي استناني لحد تاني يوم، فاستنيته في المكان. وبعدين جه وداني مكان في الجيزة في منطقة اسمها أبو أتاتا. مكان اسمه ده كان مركز يعني حاجة اسمها مؤسسة أحداث. دي قضيت فيها يومين. اليومين دول أنا شفت فيهم حاجات عجيبة جدا. وكنت أنا في اليومين دول مهتم بطفل تاني، إن هو بنقله العيادة علشان يغير على رجله. والده كان بيعذبه يعني، طفل 8 سنين حاجة زي كده. فشفت بقى إيه أطفال بيحصل لهم حاجات مرعبة من أهليهم. وكنت عايش في سرير، ليا سرير وليا يعني كورنر كده في دولاب، وكلنا سرير كده في أوضة واحدة كبيرة، وبننام بميعاد وبنصحى بميعاد وبنتفرج على التلفزيون بميعاد وبناكل بميعاد، وفي أوقات نتكلم فيها وفي أوقات لأ. بس جالي بعد يومين بنتين كده من مكان. يعني جالي بنتين كانوا لطاف جدا، تقريبا كانوا في العشرينات كده، وكان أسلوبهم حلو أوي في الكلام عكس اللي كنت بشوفه هناك. كانت فأخدوني معاملتهم إزاي معاك في اليومين دول؟ أول يعني أول ما دخلت مثلا هناك ما أعتقدش إن كانت حاجة كويسة يعني. أنا كانوا علشان أنا كنت مش بقول لهم اسم أهلي كله، لأن أنا كنت خايف يودوني البيت تاني. وتاني حاجة هم شاكين إن أنا مش يعني شكلي مش بتاع شارع بالنسبة لهم. فده ده خلاهم برضو إيه يتعاملوا معايا بأسلوب يعني في ضرب وفي حاجات كتير يعني مش كويسة. وبعدين بس يعني بعد كده المعاملة كلها بأوامر زي ما قلت كده. بعدين لما البنتين جم وأخدوني معاهم، خدوني معاهم لأكتوبر لمكان في قرية اسمها هرم سيتي. فيها مؤسسة كده اسمها أنا المصري، دي عاملة زي كومباوند صغير تمام حرفيا يعني. فيها ملعب صغير كده لطيف، في مدربين بيساعدوا إنك تلعبوا رياضة كورة وحاجات كتير بقى مختلفة يعني. وكان في مساحة للرسم، وكان في مساحة يعني ممكن يعني مش بتحس إن أنت محبوسة في مكان. وتاني حاجة بتبقي أحسن وبتتكلمي أحسن ونفسيا بتبقى أحسن. بيبقى في خروجات كل أسبوع القرية نفسها، لأن بيبقى فيه حفلات وحاجة زي كده فبيطلعوني عادي. وكان بيبقى فيه أكتيفيتي كتير وسفريات لأماكن بتعرفنا تاريخ البلد وحاجات زي كده. جميل، ده شيء جميل يعني. أيوة طبعا. وكان فيه بقى يعني إحنا مسلمين، بيبقى فيه يعني إيه
في ناس بتيجي بتدينا ايه يعني ايه زي دروس عن عندنا، تمام، نعم فاهمة كويس قوي، مسلمين يعني شيوخ وحاجة زي كده أو علماء، ما أعرفش يعني بيبقى المسمى الحقيقي نعم ليهم. وبيبقى برضو في لأصحابنا المسيحيين برضو إيه ليهم حد برضو بيجي بيعمل معاهم نفس يعني بيبقى فيه إيه توعية أكتر، في دعم نفسي كتير، في ثيرابيست بيتكلم معانا كل أسبوع. يا دي كانت بنت يعني كانت ست كبيرة يعني، شكلها لطيف، أسلوبها حلو قوي. أنا قعدت في المؤسسة دي 6 شهور، أول 4 شهور أنا كنت في تروما وكنت شايفهم يعني كنت مخضوض إن هم يبقوا زي الناس اللي قبلهم، طبعا فهم مدين حاجة زي كده، وأنا كنت بتطور أكتر في المكان ده. فكانوا سابوني براحتي لحد ما انا اتكلمت مع الثيرابيست وقلت لها كل حاجه، وقالت لي عادي اتكلم معاهم، فاتكلمت معاهم كلهم، فطلعوا لطاف قوي وما قالوليش ان انا اعمل حاجه غصب، هيحصل حاجه غصب عني يعني. لما بقى مستعد ان انا ارجع هرجع، كل حاجه بتبقى بارادتي انا يعني. فكان الموضوع كان بجد كان مختلف، وكان بيخلينا احنا لما كأولاد في عايشة في حتت صعبة ان هم يرجعوا تاني يبقوا احسن، وفي حاجات بنتعلمها اكتر وبنستفاد صحيا ونفسيا، طبعا والناس دي بتقبلنا يعني ايه، مش بتتعامل بمنطق انك من شارع واحنا لا، هو كانوا اصحاب، كانوا بيتعاملوا معانا كاصحاب جدا يعني. بس ف في حاجة حصلت بعد، كان في زي حفلة في المدينة وخرجونا ليها، ففي الحفلة دي قابلت ولد كان معايا في المدرسة، اتخضيت بقى طبعا، وبعدين رحت رجعت تاني على المؤسسة وحكيت لهم يعني الموضوع. وأنا طبعا حاجة مش ما كانتش طبيعية بصراحة، فقالوا لي تمام مش هيحصل حاجة يعني وطمن وكده. فبقيت خرجت ألعب مع أصحابي كورة في المدخل كده، فيه زي جاردن كبيرة قوي، نلعب كورة بقى وبتاع. واحنا بنلعب اتفاجئت بابويا وعمي وواحد صاحب عمي صاحب ابويا وابن عمي وناس من المنطقة، وفي بوليس على البوابة، في يعني في حوار كده حصل. انا اتخضيت طبعا، وبعدين اول ما شفتهم حصل لي جالي بانيك، فجريت من جوه المؤسسة، وبعدين رجعت ورا خالص، كان في سور كبير، نطيت السور ودخلت في الصحراء، كملت جري، كملت في المدينة، في جزء تاني في مباني تانية ودورين كده، وسلم جاي بيطلع كده في سور بيمنع إن حد يشوفك من تحت، فطلعت في مبنى منهم ونمت للصبح الساعة 5 كده أو 6، هو لسه في الشروق يعني. فجالي يعني يأست، جالي يأس كده، حسيت اللي هو لا انا ارجع وهم الناس دي تمام ومتفاهمين وكده، فانا صدقت فرجعت لهم. فما رجعت قالوا لي بس اقعد اتكلم معاهم وشوف هما ايه ممكن يستقبلوه، هتبقى تفهمهم ولا لا وبتاع، وكل قرار هيرجع لك انت. فقلت تمام، فقعدت معاهم طبعا فرجعت يعني، ده طبيعي يعني، ودي حاجة غلط عموما بالنسبة إن هم يقولوا لك اقعد معاهم، أكيد لما أقعد معاهم هيقول لي كلام حلو وأرجع صح يعني طبعا طبعا، امال يعني هيزعقوا لك، ما هيقولوا لك كلام حلو طبعا. بالظبط. فرحت ما حبيتش إن أنا أقعد أكتر، كل شوية أهرب وأرجع تاني المؤسسة بسبب الضغوط، بسبب حاجات كتير، بسبب إن هما
بيتعاملوا نفس بنفس الأسلوب المعاملة. بالظبط. وبالعكس ده هما كمان لما هربت بقيت يعني بتعامل بشكل غريب عن الأول، يا إما بحرص زيادة يا إما بشك زيادة، ما في مراقبة عليك، ما في ضغط بشكل ما، وفي كلام بيزعل وحاجة كده، وخصوصا لأن المؤسسة دي كانت مسيحية، يعني كانت بتاعت سويرس، نجيب سويرس، فدي كانت صدمة بالنسبة لهم، ودي أرياف وأرياف ملتزمين، فكنت بتضايق جدا يعني من ردود أفعالهم تجاهي وتجاه إن أنا كنت في المؤسسة. وصل الموضوع إن هما كانوا بيمسكوا إيدي يشوفوا إذا كان في خلاص عملت في، وشم صليب. فكان حتى ناس قرايبي يعني أصحابي في المدرسة والمنطقة، وبقى في خطب بتتقال في الجوامع، يعني المكان، يعني عشان بس للتأكيد الناس دي لسه عايشة على فكرة، والمنطقة اسمها كان فيها القصة بتاعت الراجل ده اللي هو اسمه الشيخ موندي، اللي هو قرر إن أنا بقيت مسيحي فجأة، وقرر إن هو والشيوخ بتوعه إن هم يدخلوا بيت والدي مثلا ويهددوني وأنا صغير مثلا قدام أهلي يعني، وأهلي ما يقدروش يكلموا، فدي كانت برضو صدمة. فده الشيء ده عايش وموجود في قرية عادي اسمها أم دينار، أم دينار، أم دينار اسمها كده. وكان فعلا بيتقال عليا خطب كتير كتير عن جهل، أما شيء غريب جدا. فأنا كنت، وكان أصحابي هما اللي بيدافعوا عن أصحابي بقى، خلاص يعني شافوا إن في أفورة بتحصل، وكان في خطر بقى عليا، يعني أنا كنت حتى قلقان في البيت، وكانت تليفوني خدوا منه أرقام الناس اللي شغالين في المؤسسة وبيبعتوا لهم مسجات دموهم وحاجة كده، يعني اللي ادى التليفون بتاعي للاولاد بالارقام كان اخويا، يعني كانت حاجه كانت برضو وسخه خالص يعني. المهم اني بعد كل ده، وان فشلت كمان ان انا ارجع تاني اكمل ثانويه هناك في ثانويه عامه، لان انا كل مره مشاكلي معاهم صح. كانت يعني، فكل حاجة جت تقيلة، فسبتهم يعني، من حقي أنا أمشي بعد ما أنا بتهدس البيت يعني، وجابولي حاجة كبيرة كده زي بتاع زي طبق كبير قوي يعني، وحطوني فيه ومية مهرية وأنا في الصالة وأهلي قدام أهلي، وحاجة قلة أدب يعني وبيعملوا ايه؟ بيحاولوا يعملوا ايه؟ اللي هو بيرقوني ماشي. يعني، هو حاجة كده بيطلعوا الشيطان منك. أيوة، هم مقتنعين وأنا قاعد جوه الجامع بصلي معاهم إن أنا بقيت مسيحي يعني دي كارثة يعني، كارثة يعني، إن هو إزاي طب أنا قاعد في الجامع معاهم وسامع الخطبة بتتقال عليا في المنطقة، ده اللي أقدر، موضوع الناس دي كلها عايشة والمنطقة موجودة، عشان بس اللي عايز يفهم قصة حقيقي، المنطقة موجودة، وفي شخص كمان شيخ من الشيوخ تمام قابلني في سجن استقبال ترى، كان محبوس مش عارفين تمام، وقال لي نفس القصة تمام، وقلت له هو ده أنا أساسا يعني، هو قصة النهاردة معروفة، مش مستوعب الناس لحد النهاردة في واحد كان بيصلي في الجامع لحد النهاردة، بروح بصلي هناك في الجامع قدامهم عادي زي الفل، وبرضه شايفين إن القصة دي إيه يعني، بس فده اللي حصل. ورحت بقى المؤسسة في النهاية
يعني قرروا إن أهلي خلاص هما وضعي بقى خطر بالنسبة للمؤسسة، وإن هما مش هيقدروا يقبلوني يعني، أو معرفش كان إيه الأسباب الفعلية يعني بصراحة، بس ما قدروش يقبلوني تاني. فرحت يعني حاجة منطقة اسمها مشعل، دي في أول الهرم اللي هي بين ميدان رماية وشارع الهرم كده. دي كنت بقى بنسح عربيات بقى كتير قوي، كنت بقى بنسح عربيات وبنام في الجنينة ومكتئب، وكانت حالتي صعبة جدا في الوقت ده، لأني أنا ما أعرفش ما أقدرش خلاص أرجع تاني للمنطقة، وما أعرفش أشتغل في مكان لأن محدش هيبقى عارف هويتي، ولو حد عارف هويتي ممكن يرجعني تاني. وبقيت بمشي في يعني بستخبى من اي حاجه بتحصل حواليا، سواء بوليس او ناس او اي حاجه. فكنت بمسح عربيات وبنام في الجنينه، وبتعرف بقى على ايه، على اللي في الشارع زيي، وكونت اصحاب وكده. كانت حياه مأساويه جدا الفتره الغريبه دي، بس بعدها نزلت المعادي، وبعدين كنت هناك بمسح عربيات برضو في شارع 9 عند التابع الدمياطي جنب المترو، محطة مترو المعادي. وحصل برضو يعني بالنسبة لي أنا جريمة يعني صعبة حاجتها برضو. طبعا الناس مش عارفة تستوعب إن في حد حصل له كل ده وتمام يعني. بس هو أنا مش باجي بقول للناس اعملوا معايا كده بصراحة، ومش بقول الظروف معايا كده، بس حصل ايه؟ يعني حصل زي اعتداء قوي كده شوية. وبعدين سبت المكان كله، وبعدين رحت الناحية التانية من المترو، شارع 105، كان في ده محل ألبان وآيس كريم اسمه خليفة. هو بالمناسبة هو بعد في شارعين يعني، علشان برضو اللي عايز يتأكد برضو هنا هو بعد في شارعين، مش عشان مهم برضو حد يتأكد يا ياسين، مش مهم. كنت هناك بشتغل بمسح عربيات. بس في الفترة دي بقيت أبص لنفسي أكتر، بقيت أنظف نفسي كويس أوي وما أتكلمش مع حد خالص، وانسى بقى الماضي كله وابص لنفسي بشكل افضل يعني. فبقيت اهتم اشتري كتب وسكتشات، وكنت الفلوس اللي كنت بكسبها اروح بيها سايبر نت بقى، واتفرج على اليوتيوب على حاجات رسم وكده. وكنت ساعات بنام في السايبر، وساعات بنام في قدام المحل اللي كانوا سايبين لي مكان من تحت كده عشان أبقى أمان يعني، وعاملين لي مكان نظيف يعني، وكان نظيف قوي يعني بصراحة. ولحد ما وصلت هما بقى ودخلوني في المحل جوه، أنام في المحل عادي يعني، مكانش عندهم هنا. وبعدين وكنت بهتم بقى أجيب هدوم نظيفة وبتاع وحاجة كده، وبعدين أروح يعني عندي حياة يعني، مش يعني بقيت أهتم يعني. المهم اشتغلت بقى، الراجل صاحب المكان شغلني برضو عنده، وبقى عندي سكن تابع للمكان، فبقيت حد بيشتغل دلوقتي وكويس، وبقبض حاجة كويسة، وسبت الشارع وسبت الحاجات دي كلها. وبقيت دلوقتي عامل كويس يعني. وبعدين بالمناسبة أنا قبل الهروب أساسا أنا كنت بشتغل في الحدادة، وكنت بشتغل في عارفة مصانع المواسير البلاستيك العملاقة دي يعني، كانت الأمور لطيفة خلاص. فبدأت أتكلم معاه بقى يعني إن هو إيه يعني حياتي كانت كذا 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 يعني، قلت له كل الحقيقة. فقال لي أنا يعني صاحب المكان يعني، هاني يعني، قال لي ده زي بابا لحد دلوقتي بصراحة يعني، كتر خيره. هو أنا إن هو مش ما كانش فارق معاه أنا يعني منين ومن مين يعني،
بس هو الفرق معاه كان هم شغلك. بس هو وكان بيحبني جدا يعني. ف يعني حصلت ثورة وكده. 25 يناير. انا ما نزلتش 25 يناير لان كنت لسه ما فهمش حاجة اللي بيحصل اساسا. وكنت في الشغل عادي يعني. بس يوم 28 لقيت ناس جاية من هنا وناس جاية من هنا وكل حتة في المعادي من ميدان الحرية وجامع الفتح وكده، وطالعين على الكورنيش. بعد الصلاة يوم الجمعة سبت الشغل بقى إيه. كنت لسه مخلص شغل، كانت النبطشية بتاعتي بالليل، فخلصت شغل ورحت مشيت معاهم. طلعت لحد الكورنيش، كان اسم معادي سابنا عادي، كانوا بجد كانوا كول خالص الحتة دي. وبعدين كملنا حد اسم مصر القديمة، كان عامل كردون بالعرض كده الكورنيش، واحنا لسه ماشيين عادي وفي المية وناس لطيفة خالص بجد يعني، ما فيش حد قل أدبه خالص في المظاهرة دي. ولقينا فجأة قنابل الغاز حاجة كده، فبدأت كل حاجة بقى الطرفين بقى إيه خايجوا على بعض بشكل مرعب يعني. بس أنا طبعا أنا كنت متضايق جدا، في حاجات بتحصل غريبة أول مرة أشوف الحدث ده لايف. في النهاية يعني مشيت من المكان ورجعت تاني بقى إيه الشغل وسبت. يعني أنا لأ مش بتاعتي دي خالص. تاني يوم الصبح نزلت ميدان التحرير، معرفش ليه. ركبت المترو، نزلت محطة سعد زغلول، وبعدين كملت من شارع اللي هو بيودي القصر العيني قدام المحطة ده على طول. وبعدين رحت داخل من القصر العيني، داخل إيه شايف مشهد عربيات محروقة ودخان طالع وميدان يعني فاضي. أنا ماشي في حتة فاضية تمام مفيش حد، دخلت لقيت في محمد محمود، في أول محمد محمود ناس اشتباكات. أنا مش فاكر بالظبط بالتحديد إيه اللي أنا المشهد اللي كان موجود عند ناحية المجمع يعني، لأن أنا دلوقتي مش الذاكرة مش جايبالي أوي يعني. بس أعتقد إن أنا فضلت موجود، دخلت شارع محمد محمود واتفرجت بتاع، وبعدين رحت عند كنتاكي قعدت قابلت، كان في 2 فنانين ولا 3 برسموا، قعدنا نرسم، لقيت الناس تيجي ترسم. يعني الموضوع بقى يوم بعد يوم بقى في يعني فنانين قاعدين بيرسموا الحدث. جنبنا في دكاترة بقت عملت عيادة وكده، فالموضوع بقى فيه عيادة كنتاكي وربطة فنانين الثورة، الناس كتير قوي، ناس كتير قوي قوي يعني، اتجمعنا كلنا كده عادي بقى برسم الأحداث. وكنت برسم عموما يعني أنيميشن وحاجات كتير بقى، يعني شايف المكان ده مديني مساحة يعني لاقي نفسي خالص في الرسم هنا. سبب نزولي بقى كان الحاجات اللي حصلت لي في حياتي دي كلها، بس يعني ده أنا ما كنتش مدرك ولا أي حاجة. تعرفت على ناس كتير أوي، تعرفت على صحبة كتير أوي أوي أوي، في ناس منهم ماتت وفي ناس محبوسة وفي ناس اتحبست وفي ناس سافرت، في ناس مش هشوفها تاني، في ناس أعرفهم لحد النهاردة يعني. أعرف كمية ناس، يمكن أنا أكتر الناس اللي يعرف ناس كتير أوي 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 في الثورة يعني. بس يعني بقيت بنزل ويعني مات ليا صحاب، فده يعني داني دافع إن أنا أكمل يعني. أنا ما كنتش سياسي ولا كان طريقي سياسي ولا أفهم في السياسة يعني، كنت صغير زي ناس كتير أوي من الشباب اللي نزلوا بداية حياتهم طلع عينيهم من المجتمع. وبعدين فضلت مستني
يعني أنا كنت شايف إن اللي بيحصل ده فيه حاجة غلط، إن الناس ماشية وكل حاجة اتقسمت أحزاب واختلافات ومش عارف إيه، والكلام صعب إن المواطن العادي يفهمه أو يقبله أساسا. ف مش عارف إنك تبقى معارض دي يعني إيه معناها، إن أنت وأنت مش بتعرف تتواصل مع الشعب اللي أنت منه، وأنت المفروض إن أنت بتدافع عنه أو بتدافع عن فكرة حصلت لك فمش عايزة تحصل لهم مثلا، أو أي شيء أيا كان هدفك يعني. بس بشوف السياسة بتتعالى على الشعب نفسه، يعني هي ضد الإنسانية وضد يعني أنا لما كنت في السجن كانت الإعلام وكانت الأحزاب والائتلافات والحاجات دي كلها كانت بتيجي، لأن أنا شخص كنت معروف الوقت ده، وكان في كنت في قضية معروفة، ما كانش جايين علشان أنا كنت مظلوم مثلا، يعني مش ما جاليش مرة هو الإنسان علشان أنا كنت مظلوم، يعني أنا عشان أنا كنت مسجون عادي سياسي عادي تمام ومظلوم، هما جم بس عشان كان في أضواء، كان في أصحاب كتير كانوا بيتكلموا، كان في أهل كانوا بيبعتوا تلغرافات، كانت الدنيا كانت مقلوبة عليك. أنا طيب بكلم أنا اتحبست مع قضية معروفة واتحبست مع قضية تانية معروفة تمام، بس دي كان فيها ناس معروفة ودي كان فيها ناس كلها من عادي من الشباب اللي هي قضية الأرض، والقضية التالتة اتحبست فيها لوحدي وعشت يعني، فأنا عشت مع يعني مع ناس كتير مختلفة، وعارف تعامل هو الإنسان مع اللي عايش لوحده ومع اللي عايش مع اللي قضيته كلها شباب كلهم عاديين ومع الـ الناس اللي هي معروفة. نعم، سمعت الشكوى دي كذا مرة الحقيقة في كل الفيديوهات اللي بعملها مع الناس. برضه مش صح، ملايكة له مشاكل كبيرة يعني، في حق أي المساجين عادي زي ما هم بيدافعوا عن مساجين معينة هم عارفينهم. وأنا مش ما أحبش ما أحبش أبقى تابع لجماعة بشكل ما، مش ضروري تبقى ماشية مع أفكار حد تاني يعني، مثلا هو يمشيها أو ماشيين على مزاجه، أنا مش نازل علشان هدفك أنت، أنا نازل عشان في مشاكل حصلتني وشايف إنها ظلم ومش عايزة تحصل لناس تانية، ولما حصل لأصحابي إن هم اتقتلوا أو حصل حاجات فأنا بنزل علشان أنا شفت ده بعيني، مش علشان أبقى أكون أفكار وحاجات وبتاع وأذي ناس كتير وبتاع. فلا احنا شباب، احنا كنا بنعبر عن نفسنا بس، اللي هم اتحبسوا دول يعني انا ناس كتير اللي هم اتحبسوا في مظاهرات كانوا بيعبروا بس عن نفسهم ما كانوش تابعين لحد، فكانت الاسئله اللي كانت دايما بتجيلنا واللي كانت بتاذينا في الحبس كلها ان انت تابع لجماعه او ان انت تابع لحزب او ان انت تابع لحاجه وانت مش تابع لحاجه خالص، فاحنا اتحاسبنا سنين تمام، مش حاجات بتاعتنا معظمنا سنين. طب مين انت مين هيحاسب مثلا على ده؟ مين هيدي يعني؟ مفيش حد حتى قال اسف، واحنا مش مستنيين اسف دي، هو احنا بنطلع من الاخر، انا بنطلع لحد دلوقتي مستخبيين من الناس ومن المجتمع ومن السياسيين ومن الثوار ومن الحكومة ومن اي حاجة، لان هو كل الاطراف بقت بالنسبة لنا مخيفة، مش صحية، مش علاقة صحية يعني لينا. بس ده كان اللي أنا شفته وأنا محبوس، فقررت في النهاية في آخر حبسة دي إن أنا فعلا سلمت نفسي شهر 10 2016، ورحت بالنص كده قلت للضابط رئيس المباحث بتاع اسم الشيخ زايد، لأن أنا ما كنتش أقدر أروح من الشيخ زايد لحد الاسم اللي أنا تابع ليه اللي هو قصر النيل، واقول لهم النبي عايز يسلم نفسي، اصل هو في نص الطريق انا هغير رايي عموما. بس انا رحت لاقرب اسم قلت له
أنا عندي قضية، إكرام صنافير كان محكوم عليها ب5 سنين، وعندي قضية محكوم عليها ب2 سنين، وكل مرة يخرجوني وأنا ما أعرفش ليه، وأنا عليها الحكم. فأنا عايز أخلص من القضايا دي كلها عشان أبقى مواطن كويس عادي، أعرف أشتغل وأعرف أشوف مستقبلي الشخصي. بس ده اللي أنا قلته بالظبط. الراجل قال لي أنت لو كنت رحت أساسا اسم قصر النيل ما كانوش عملوا معاك اساسا ان انت سلمت نفسك ولا انك جاي بحسن نيه بالشكل ده. فالراجل كان لطيف معايا، لان هو شاف الحقيقه ان هو شخص بجد. انا كنت قاعد في الشقه مش بخرج ومش بشتغل، والناس كلها رافضه تشغلني، تمام، لانها خايفه ان واحد كان عليه احكام. يعني حتى الناس اللي منا بطلوا ان هم يشغلونا معاهم حتى، يعني مين هيبقى مع مين مش فاهم برضه. ففي النهاية قضيت 2 سنين جوه، عشت مع الجنائي، عشت مع بتوع داعش، عشت مع الجماعات الإسلامية كلها، عشت مع الإخوان، وعشت مع السياسيين اليسار، وعشت مع كل الناس. يعني في الحبسة دي حرفيا أنا كنت متمرمط بشكل مرعب، ومختار المحامي بتاعي هو اللي كان دايما بيجيب لي مثلا الزيارة وقت ما أنا بقى ظروفي مش سامحة. كان هو اللي دايما مهتم إن هو خلص لي كل الأوراق عشان أعرف أعيش طبيعي، وكان مصدقني جدا إن أنا فعلا عايز أعيش طبيعي. فأنا كان دايما واقف جنبي المحامي، وكان واقفة جنبي مهنور، كانت برضو يعني كانت مخلياني بجد مش بفكر في نفسي بشكل سلبي زي ما كان الناس اللي أنا كنت فاكرهم أصحاب، واللي كنت فاكر إن فيها في أمل بشكل ما إن هم عندهم هدف. فقضيت السنتين كنت بحاول أبص إن أنا هخرج هبقى شخص عامل إزاي، هيبقى عندي مستقبل إيه، هشتغل إيه، هعمل إيه في حياتي، وهعالج نفسي إزاي من تروما الماضي. بقيت أهتم بالقراية وبإني أغير في سلوكي أكتر مع الناس، إن أنا كنت برضو مندفع جدا جدا، وما زلت عندي أخطاء كتيرة في الموضوع ده. بس أقلب بنسبة كبيرة قوي عن الأول. بقيت مطلع على حاجات كتير، بقى عندي طموح لإني أطور من نفسي فنيا وأخلاقيا واجتماعيا. بقيت عايز أتعرف على الناس، بقى عندي قبول عموما. لما أنا سلمت نفسي كان معظم الناس كانت رافضة وكانت بتهاجمني إن أنا إزاي أعمل كده. فده كانت حاجة غريبة جدا، الناس ازاي استقبل من الناس رد فعل كويس بعد كده، لما هما حتى الحاجة الوحيدة اللي هتخرجني عن القرف ده كله اللي بيحوطني من تعب ومراقبات هو اني اروح لهم يا جماعة انتوا عايزين مني ايه، خلص تمام وسيبوني اعيش حياتي وخلاص. ده اللي كنت بتمنيه عشان اطلع فعلا شخص انا عندي طموح، مش في حالة اضطراب دائم. أنا تعبت من التوتر وتعبت من الاضطرابات طبعا. وتعبت من المحاولات اللي هي نالت بالفشل. فأنا بحاول دلوقتي ألعب على جسمي وعلى شكلي وعلى اتيتيودي وعلى احترامي لذاتي، وأرجع نفسي تاني بالحالة الصحية والمناسبة إن أنا أقدر أكمل حياتي بشكل صح، واللي حواليا عيلتي وأهلي ما يتأذوش من تصرفاتي اللي سببتها الظروف دي كلها. فخرجت بعد 2 سنين، بعد 2 سنين من آخر حبسة. أنا توتالي حبس كله كان 3 سنين و6 شهور، كان مجمل الأحكام قبل ما يخفضوها وقبل ما تخلص. واحد الريزنس كلهم كان 22 سنة سجن، كان يا أكتر خبر من أبيض. أيوه بالظبط. فده كان برضو حاجة محدش يفكر أنت إزاي في وقت ما
انت بيجي لك افكار ازاي انا هعيش الفتره دي كلها. دي كانت يعني برضو مش احساس كان كويس. وكان المحامي بيطمني ان هو لا دي حاجات بس بتخلص، مش هتاخد طبعا الفتره دي، بس هو خيالي بقى يعني انت في الموقف نفسه. فالأحكام كلها اتخفضت، قضيت في السجن كله 3 سنين و6 شهور، ودفعت 100,000 جنيه غرامة في قضية ترعة وصنافير. جمعوا بقى أصحابي على أهلي كله بقى يعني، عشان ما كانش معايا طبعا، ما كنتش لسه اشتغلت أساسا. فخرجت 4 سبتمبر، كان تاريخ الخروج بتاعي. رحت خرجت من سجن وادي النطرون، ودوني على التاكسيبات بقى لحد اسم قصر النيل، وبعدين من اسم قصر النيل للاسم اللي انا تابع ليه في القناطر. وخلاص كل الاجراءات خلصت خالص خالص. راح موديني على المقر الامن الوطني في الشيخ زايد. قضيت هناك لحد ما خرجت يوم بالظبط الساعة 11:30 يوم 20 سبتمبر 2018، يوم عيد ميلادي يعني، كمان نص ساعة كان هيبقى عيد ميلادي. بقيت على المحور، رحت المهندسين في باب كده، أصحابي بقى إيه وبتاع، وعملوا لي حفل عيد ميلادي. بس ومن بعدها كنت بروح أتابع علشان يعني إيه بيتشيك عليا إذا كنت لسه فترة بتكلم معاه. المتابعة، أيوة. فقعدت يعني ده فترة 6 شهور، وبعد كده إيه كان عندي بقى يعني عندي لسه أعراض انسحاب من فكرة التوتر بتاع العربية البوليس وهي في الشارع، أو شكل الناس دي اللي هي لابسة ميري، أو إن أنا أبقى معدي في كمين وأنا مخلص كل الأمور اللي عليا عموما. التوتال اللي انا عايز اقوله لك في الموضوع ان يعني الناس بتشوف ان انا درامي زياده عن اللزوم في الكتابات، او في ناس معظمها بتصدق تمام، وفي ناس مش بتصدق، بس هو ده واقع والناس دي كلها عايشه، وفي ملفات وفي اوراق وفي ياسين مش حياه. لازم تثبت حاجة لحد، انت عارف اللي حصل واللي مصدقينك اكتر من اللي مش مصدقينك، فمت بقيت بقى 5 سنين اللي أنا خرجت فيهم دول بإني أعبر عن كل اللي حصل في حياتي أو بالرسم ايوه. والكتابات. عايزة اجي للموضوع ده بقى. اولا ابتديت ترسم امتى؟ من البداية خالص خالص وأنا صغير طبعا. فاكتشفت ان انت ايه بتلاقي نفسك في الرسم، ولا نفسك ترسم ومش عارف، ولا لا هو ايه؟ ما كانتليش الأسئلة الصعبة دي خالص. أنا كنت في الغيط وأنا عندي 6 سنين، كنت برسم بصباعي على الأرض، فرسمت بورتري ليا، وكنت برسم حاجات يعني على الأرض شخبطة وكده. وفي المدرسة كنت مهتم قوي بالرسم، وكنت برسم مواضيع عكس اللي المدرس بيقولها، كان بيتضايق من أنا مش الفكرة بتاعته يعني، شايف لطيفة تعدي يعني، بيديني درجة لطيفة برضه يعني. بس يعني الموضوع هو بيبقى تواصل، وأنا بحس إن الرسم هو معايا في الظروف كلها، متواصل معايا يعني، بتكلم معايا يعني، دايما بيبقى موجود وقت ما ببقى محتاجه يعني. عموما طيب انت يعني رسمك، يعني أنا نفسي أعرف الإلهام في رسمك بيجي من فين، لأن أنت رسوماتك يعني دي من هنا بتتنوع وبتختلف. أيوة، يعني من تشارلي تشابلن مثلا، يعني مالك أنت ومال تشارلي تشابلن؟ عندي مشاكل في اتجاهات القلب، انا قلبي هنا. شارلي شابلن بالنسبه لي هو يعني هي علاقه غريبه برضو، زي يعني هو حاله عايزة أعرف الحالة.
يعني هو مش عارف، هو كاركتر مش بيتوصف يعني، ما لو ما اعرفش، بس الوصف بيبقى مش بقد بحسه بيعبر عني، بيعبر عن ناس كتير قوي، ان هي عايزة توصل فكرة عن نفسها وبتحاول بطرق كتير، ودايس قوي في المجتمع، و فطري فطري. نعم. طيب يعني في مثلا عملت لوحة لدانيلا كاراسكو اللي هي فنانة شارع استعراضية، شاركت في ثورة تشيلي، دايما بتلبس وش أو بتعمل ميك اب كلاون، أيوة. ف يعني ليه؟ اللي أثارك؟ أنا يعني لما برسم مش بفكر كتير في السبب، لأن هو بيبقى شعور، أنت قلت الموقف فخلاص، لكن زي ما بيجيلك شعور أنت عايز تعبري عن الموقف اللي أنت سمعتيه ده أو قريتيه مثلا، أو شفتيه على التليفون، أو شفتيه من حد، ده تعبير بالرسم. بس صحيح. في والفلاورز، في فلاورز والفلاورز، في فلاورز كتير، وانت قلت ان يعني الدنيا ما تبقاش دنيا من غير ورد يعني. بالظبط، بس الفلاورز بتعبر عنها هي ككاركتر عامل ازاي وحصل معاها ايه. في حديد فوق قدامها، she's very sad، هي ال أنا مش بعرف أحدد شعوري، أو أعرف إزاي أوصف شعوري تجاه العمل الفني اللي بشتغل عليه، لأني بيجي تلقائي مع نفسه، أنا متحكم خالص، هو ببقى عايز أعبر عن استيائي، أو عن إن الشخص ده كان يعني ما يستحقش ده مثلا، فعبرتها بالرسم. ايوه. طبعا اللي تعمل فيها مش قليل يعني. حكيت انت يعني فترة السجن كملت رسم، ايوه فدي يعني ده شيء رائع يعني. كنت بترسم الحاجات اللي حواليك، و يعني احكي لنا شوية ايه الحاجات اللي رسمتها جوه السجن اللي مأثرة معاك لحد دلوقتي. يعني هو أنا رسمت في السجن لوحات كتير أوي وسكتشات كتير أوي عن حياتنا كلها جوه السجن، ناكل إزاي، بنشرب إزاي، بنتكلم مع بعض، بنلبس إيه، عايشين في مساحات عاملة إزاي. كانوا بيسمحوا لكم إن ترسم على الحيطة؟ لا طبعا، لا. لا طبعا، لا خالص. فكنت بترسم يعني في السجن كان بيبقى فيه رسوم، بس بيبقى فيه حد يعني ايه، هما بيختاروا، ممكن يرسم لهم مثلا يعني حاجة كده، يعني في السجن انت ايه، بس مش بيبقى فيه مساحة ان انت ترسم يعني. عملت يعني نشرت انت قريب صورة لتي شيرت عليه إمضاء كل المساجين اللي كانوا معك، ايوه وكان دي قبل ما يعني، وانا خارج مثلا، او اللي بيخلص مدته بيبقى في حاجه كده بنعملها، هي منتشره من زمان، معترف بيها يعني خالص من زمان، ان هو اصحابنا والناس اللي بنعرفها او بيمضوا لنا على التيشيرتات للذكرى، او بيكتبوا لنا حاجه، جمله من عندهم كده،
انا التيشرت بتاعي انا تقريبا لفيت بيت العنبر كله، الناس كلها كتبت جمل كتير، في هتشوفي في ناس بتشتم وفي ناس بتقول ربنا يهديك وفي ناس بتقول جمل بتقول هتوحشني وحاجات كتير كده، يعني دي حياتي مع الناس، يعني اللي هو دي كانت عشرة طويلة يعني. قدرنا إن إحنا نستثمر أفكارنا ونعرف نتعايش في سيئة زي كده، وأعتقد إن دي الحاجات اللي هي الكويسة، يعني إن هو إزاي نقعد مع بعض وإحنا مختلفين في أفكارنا ونعرف نبقى لطاف مع بعض من غير ما، يعني في حاجة في عوامل كده، وفي ناس كتير سلبية جدا طبعا، بس أنا بحب الناس اللطيفة أكتر، الإنسانية المتفاهمة. طبعا. ايه عندك، هل عندك أفضل لوحة في رسمتها جوه السجن؟ مش بعرف أميزهم عن بعض، بس في لوحة بمرجحة كده، وفي زي طفلة ومرجحة، بس تمام. وشه كبير، ملامحه كبيرة يعني شوية، وفي كولر يعني في ألوان كتير بقى، وجاية من شباك زنزانة وكده، وهو مبسوط خالص وبتاع فدي أكتر حاجة كانت بتعبر عني، أنا كنت مقضيها يعني بهزر كتير أوي جوه السينما، مش باخد الموضوع جد في الحالة اللي بتبقى عليه، يعني هي أنا أوريدي في نفس الواقع ده، فمش محتاج ان انا ابقى اوفر بزياده، لان هو انا في الموضوع ده تفكير انا باخده ان هو مش واقع حقيقي، يعني لا مش هيستمر، مش حاجه، مش ده النورمال، يعني مش ده اللي هكمل عليه مثلا. طيب، في السجن برضو انت يعني حكيت قصتين وقلت ان في قصص زيهم كتير، اللي هي قصة عم رضا وقصة عم هشام. اوكي ده عمر، ده كان معايا في 1/4، من زمان 1/4، كان دايما يعني بيزرع كتير قوي، بيجيب حاجات بلاستيك، ازايز بلاستيك فاضية ويقطعها ويحط فيها ورق كراتين بيض ويقطعه كويس قوي، وساعات كان بيجيب في زيارة تربة من عندهم في الزيارة عادي، وعلشان يزرع وبيستأذن يعني عشان يزرع بيهم جوه يعني، فعمل في الممر زي جنينة كده حلوة أوي، يعني كان زارع مانجا وكان زارع فول وحاجات كده، وعم الشام ده كان في زنزانة 16 في نفس الدور عندي 16/4، ده كان دايما بيقعد قدام الزنزانة عندي بكرسي قدام عندنا وفي الممر كده في وقت التهوية، وبيشرب سيجارة بقى وإيه ونسكافيه، ده كان محكوم عليه 3 سنين في قضية وثلاثة في قضية تانية، أو لأ القضية التانية كانت تحقيق، فخد براءة في القضايا كلها بعد ما قضى 3 سنين، فالناس زمايله بيصحوه الصبح عشان خلاص يجهز نفسه عشان مترحل عشان يروح، لقوه ميت، فدي كانت من القصص برضو اللي مأثرة فيا في حياتي يعني. وعشان كده رسمت لهم لوحتين. الفنان ياسين، ألف ألف شكر. عفوا عفوا.